قراءة القرآن من غير وضوء. لا مانع من قراءة القرآن من غير وضوء. لا مانع من قراءة القرآن من غير وضوء. لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أيضا في البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم بات عند ميمونة وكان ابن عباس معهما هي خالته، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم فنظر إلى السماء وقرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم ذهب وتوضأ عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز القراءة قبل الوضوء. وبالله التوفيق.